شمعاوة ضبرة بروحة قدشال عالمين تشبحتا لا لها بمرة ومي تشبحتا لا لها بمرة ومي تشبحتا لا لها بمرة ومي طال رعش لا مصورة طاوال ولينا شبخ العدان العالمين قوي ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجدي طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب مرضخو للعالمين إلا صوما يا بدا حلو هللويا أمام عرش عظمتك المجيد يا رب وكرسي وقارك السامي الرفيع ومنبر عزتك الرهيب والمذبح الغافر الذي نصبه رمزك ومحل مستقر مجدك نحن شعبك وغنم رعيتك مالو في الكروبيم المهللين لك ورواه الصرافيم ورؤساء الملائكة مقدسيك بركينان وسغذينان مودينان ومشبحين ابو العدن مارد خول اوا وورو روحة قدش العالمين مارا وعلى ريحة هنيد وسيموثة حبا نهرا نوشاتا بذعت دشرارا نشتويت نقبل قليان برخ حبي ومش ميا ثم نودي لقوان شبحا قد لاش الوبع تم خللت ملي كل عضراني وخلطوين دتو مارا وارو يدخل العالمين موداي المريا والمزمار الأشماخ مريما قدش من عالم وذم العالم آمين وآمين له مارس كل موتنا
التو ما شاري رايث من احمان الطغرين والتو باروق الطاوت نوشاثا ومن اطران من الحي والاخمر حياوينا نود ونسكت ونشبب خل عدا مرض خو للعالمين على وولو را والروحات قدشا قديشا لها قديشا عندنا قديشا لما يهدى إذ راح المعين نعلم وعلم العالم آمين Holy, glorious, mighty, and immortal One, who dwells and delights in the saints, we implore you, Lord, turn to us. Forgive us and have mercy on us always, O Lord of all. الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. أنر عقولنا يا ربنا وإلهنا لننصت إلى كلماتك ونفهم وصاياك المحية والإلهية. وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد اجلسوا وانصتوا إلى سفر تثنية الاشتراع مبارك الله رب الكل الذي هبنا الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد قال لي الرب اجمع لي الشعب حتى أسمعه كلامي لكي يتعلموا أن يخافوني طول الأيام التي يعيشونها على الأرض ويعلموا بنيهم ذلك اقتربتم ووقفتم أسفل الجبل والجبل مشتعل بالنار إلى كبد السماء وعليه ظلام وغيم وغمام مظلم فكلمكم الرب من وسط النار فكنتم تسمعون صوت الكلام ولم تروا صورة بل كان هناك صوت فقط وأوحي بعهده الذي أمركم أن تعملوا به أي الكلمات العشر التي كتبها على لوحين من حجر وأمرني الرب في ذلك الوقت بأن أعلمكم فرائضاً وأحكاماً تعملون بها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لترثوها بارثما Listen to the prophet Isaiah chapter 5, Baruch Ma. May Christ enlighten you with his teaching and make you worthy model for those who are listening to you. Woe to those who add house to house and join field to field until there is nowhere left and they are the sole inhabitants of the country. Yahweh, Sabbath has sworn this in my hearing. Many houses will be brought to ruin. The 10 acres of vineyard will yield only one barrel and 10 bushels of seed will yield only one bushel. Woe to those who get up early after a strong drink and stay up late at night inflamed with wine. Nothing but harp and lyre, tambourine and pipe, and wine for their drinking bouts. Never a thought for the works of Yahweh, never a glance for what his hands have done. Baruch Ma. قارب إيدي
عليهم نوبت النون بعامي هللويا هللويا أرم إيدي عليهم نوبت النون بعامي والوضع زرعون بعامي شو حال آوى لورا والروح قدشا من عالم وعدم العالم آمين وآمين هللويا 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 بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا فارخ مار لينورك المسيح بحكمة التعليم المقدسة ويجعلك مرآة نيرة لكل الذين ينصتون إليك فكونوا يا إخوتي الأحباء ثابتين راسخين مجتهدين في عمل الرب كل حين عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع أما جمع التبرعات للإخوة القديسين فاعلموا أنتم أيضاً بما أوصيت الكنائس في غلاطية وهو أن يحتفظ كل واحد منكم في أول يوم من الأسبوع بما يمكنه توفيره من المال فلا يكون جمع التبرعات يوم قدومي إليكم ومتى جئت أرسلت الذين تختارونهم لحمل هباتكم إلى أورشليم وزودتهم برسائل مني وإن لزم الأمر أن أسافر أنا فسيسافرون معي والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين قديشات مارا إيشو عمشيحا كارزوثا أتلوقا وإيشو عم ثواثا ومديناثا كمول بواك ودقاهو بيزال الأورشليم كم باقي رخناشا قال له قصة لي آنك تخلصي إمير طالع إيشو مقتلوا لوارا بطرائقة سبب كمرن طالو خن كبيرة بالطلب لوارا ولك هاوي باي عدانة قايم مارد بيثا وسايد للطرقة بتهاوت أخت قيم البراية بطراب الطرقة ومشاروت بمارا مارا
طالن مارم سوق طالن بدم جاو بد امر طالوخون كمرن طالوخون لك يذنوخون من ايك يوتون ومشاروتون بمارا قاموا خلا وشتيلا بشوقا نديا مولبلوخ بد امر طالوخن لك يذنوخ من ايك يوتو ارحوق مني يا فلاخ دعولا. وكان يسوع يسير في القرى والمدن يعلم وهو منطلق الى اورشليم. فساله واحد هل الذين يخلصون قليلون؟ فقال لهم يسوع اجتهدوا على الدخول في الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون الدخول فلا يستطيعون. فساعة يقوم رب البيت ويغلق الباب وتكونون انتم واقفين خارجا تقرعون الباب وتبتدئون ان تقولوا يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب هو ويقول لكم اقول لكم اني لا اعرفكم من اين انتم. فحينئذ تبتدئون ان تقولوا قدامك اكلنا وشربنا وفي شوارعنا علمت. فيقول لكم اني لا اعرفكم من اين انتم ابعدوا عني يا فاعلي الاثم. هناك يكون البكاء وصريف الاسنان اذ ترون ابراهيم واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء في ملكوت الله وانتم مطرودون خارجا. وياتون من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. فهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. وشوحا لا لها أمينا شمت بابا برونا روحة قدشة خالها أمين خوش أبوخن بريخة مريا حاملوخن مريا ناطيروخن مريا مبارخلوخن أحد مبارك للجميع. ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما بالصحة والعافية. إنجيل اليوم إنجيل لوقا فصل 13 من آية 22 ونصعد فوق للنهاية تقريبا مو نهاية للنص. انطانا مثل لوقا عن باب الضيق. حلو هذا الباب لو نفكر بينه. كثير من رات الرسام أو الفنان لما يرسم لوحة شو راح يبدي؟ يبدي طريق عريض منا ومنا الرصيف ويصعد إلى طريق ضيق. هذا الطريق هذا الرسام اللي يرسمه حتى شنو هو؟ يبين أنه هذا هو طريقنا. يسوع دخل أورشليم دخول ملوكي باب عريض الكل تصيح أوشعنا أوشعنا وأغصان الزيتون أطفال وناس قدام وورا باب عريض. بس وين وصلوا يسوع؟ إلى النهاية. مصورين فنانين يرسمون اللوحة كلها تجيبها اللوحة إلى الصليب. دائما ركزوا تشوفون لوحات مرسومة قدامكم الفنان يعرف بيها. الفنان شو يسوي؟ يرسم اللوحة. شوف اللوحة دائر مدائرها شوفوها مثل بيضة ترمز إلى الحياة قمتها هي الصليب لأنه شوفوا صليب جبل الجلجلة ناس دائر مدارها إذا نجمعها كلها تصير مثل بيضة. فالفنان لما يرسم لوحة مثلا The Prodigal Son الابن الشاطر تشوفون الأب واقف وابن ماكو ولا واحد دار مداره فأيضا محصور حتى الابن الكبير شوية بعيد واقف عنه. بس يعني هاي اللوحات اللي نشوفها حتى نعرف شنو معنات الرسام جاب لنا إياها هاي اللوحة. فاليوم هذا الطريق ادخلوا اجتهدوا الدخول من باب الضيق. حياتنا واسعة حياتنا مفتوحة ودائما أعيدها
حياتنا تبدي بقوس الولادة وقوس النهاية، ما قل موت لأن احنا ما عدنا موت، عدنا الانتقال من الحياة الزمنية إلى الحياة الأبدية. فهذا هو القوس. وشوفوا اش قد ما تبني جيد في حياتك القوس مالتك يتوسع، بس اش قد ما يتوسع رح يوصل إلى نهاية. فالباب الضيق هو قول مستعار كان يستعملونه في العهد ذاك العهد في ذاك الزمان إلى المناسبات والحفلات. كان كباب يدخلون كل المعازيم من هذا الباب، ليش؟ حتى يسيطرون على منو موجودين جوا، يعرفون منو موجودين. المدعوون كثيرون لكن المختارون قليلون. فالكل تيجي تدخل من هذا الباب، بس انتبهوا اكو وقت ساعة، شوفوا ساعة يقوم رب البيت. انتبهنا بالعهد القديم قالت اجمعوا كلكم لكي أسمعكم كلامي ساعة يقوم رب البيت. هنا صار وقت، لازم نضبط وقتنا، يا وقت احنا نحضر حتى نجي نسمع كلمة الله. فساعة يقوم رب البيت يغلق الباب وأنتم تقفون خارجا. ليش نقف خارج؟ بالواقع بكل مكان هنا شوية قليلة أكو هم زين، هنا شوية قليلة هاي النقطة، بس أحسب إيجابية زينة. شنو هاي النقطة؟ ده نجي لي كني سمحت ماكو واقف برا، إجا واحد من برا متأخر ألا ستجي أنت وقتك وقعت برأسك. فتشوفهم ناس رايح للكنيسة، صحيح راح للكنيسة بس واقف برا دا يحكي ويا ناس أو دا يدخن أو جاي بس يشوف جماعة، وبعدين وقت القاعة نشوفهم كلهم بالقاعة. ليش؟ لأن أكو أكل وشرب، بينما كنيسة فارغة. مثلا المدعوون هذا الباب الضيق كان يرمز إلى الحفلات. فاليوم نشوف الحفلات مالتنا، الأعراس، التناول، الأعمال، خطوبة، زواج، بس طلاق ماكو، كل هالمناسبات نشوفها الناس بالقاعة ماكو مكان، بس بالكنيسة ما حد ماكو. فهل يا ترى أخوتي أخواتي المباركين الدعوة لمن وصلت لنا هل مكتوبة بس القاعة؟ لا، يقول البراخ ساعة الفلانية في الكنيسة الفلانية والعنوان كذا، بعدين الرسبشنز بالقاعة الفلانية ساعة فلانية. شوفوا كلها ملتزمة بالوقت، ساعة يقوم رب البيت. مثل فت ممثل عظيم، مع العظمة لله، فت ممثل كبير نقول، سوى كيس طحين كيلوين ثلاثة، خلى طحين، قال اللي يريد طحين خليه يجي ياخذ. هو غني، هذا الممثل غني كثير، اللي يريد طحين محتاج طحين خليه يجي ياخذ. منو اجى اخذ؟ بس هذول الجواع المساكين الفقراء قاموا يضحكون عليه، هذا انت ممثل كبير ومليونير وعندك هالقد تتبرع لي بكيلوين طحين؟ قال ها انا اجى ببالي اتبرع هالكيلوين طحين، ايش قد عندي؟ فت 50 كيلو 100 كيلو قسمتها كيلوين كيلوين، اي واحد يجي ياخذ خليه يجي ياخذ. فمنو اجى؟ المحتاج والمسكين والجوعان. اجى اخذ هذا الكيلوين وراح، شو يسوي؟ ما عنده غير، شو راح يسوي؟ راح يسوي عجين وياكله. فتح الكيس الطحين لقى 15,000 بيها هدية. فالإنسان الحقيقي المحتاج فعلا هو يجي. لما نجي احنا على يسوع وقد عدنا ساعة يقوم رب البيت. فهنا لازم ننظم حياتنا، لما نجي لهاي الساعة اللي يدعون بيها ربنا نفرغ كل شيء. هذا إذا هذا يكون مليان وقلبنا يكون مليان، وين نخلينه يسوع؟ ما عدنا مكان له. ليش؟ لأنه هذا مليان وقلبنا مليان، ومليان يا ريت لو جيد، مليان شيء أشياء سلبية مرات. ليش أشياء سلبية؟ صرح نجي. يقول الباب الضيق أيضا يرمز إلى القوة التي تحارب الإيمان مالتنا، تحارب العقيدة مالتنا، الاضطهادات. والباب الضيق هو باب المجد والملكوت،
لأنه ندخل هو ضيق بس بعدين يطلع لنا نعيم. يسوع وصل من خلال باب الضيق الصليب إلى الفردوس والمجد الأبدي. ليش لما انقلت هسا أنه يسوع رح يحاسبنا على هذا الوقت؟ حاسب وقتك. أنت جيت يم يسوع لازم تكون صافي فارغ. ساعة يقوم رب البيت رح يشوف هذا الإنسان الباب الضيق ومدي حاسب من هؤلاء المتهاونين الكسالة الجايين مو لأجل يسوع، الجايين لغرض ما. لما نجي للكنيسة احنا لازم اتفرخ كليا ليسوع. لهذا يسوع قال لهم ابتعدوا عني لا اعرفكم، وبدأوا يطرقون الباب افتح لنا. شنو ما تعرفنا؟ لا ما اعرفك. من انتو؟ شو ما تعرفنا؟ اكلت ويانا، شربت ويانا، وعلمت بشوارعنا كلها. معقولة يسوع ما يعرفهم؟ لا مو هاي النقطة. لا يستحقون أن يكونوا من ضمن معرفته. ليش؟ لأنه كانوا متهاونين كسالة. لما انقلت لازم نفرغ قلبنا، نفرغ عقلنا، حتى أنا ما متهاون ما كسلان، أنا مليان خطيئة، فأشيل هاي الخطيئة ذبها قدام يسوع، أقول يا يسوع حياتي قدامك، أنا قدامك، أنطيني أنت نعمتك، افتح قلبي، اسكن في قلبي، ربي أنا ورقة بيضاء. هسا أنا هاي الساعة لجيه للكنيسة أكون ورقة بيضاء ليسوع. فالمتهاونين والكسالة قلهم ابتعدوا عني لا أعرفكم. استغربوا، أكلت وشربت وعمل علمت، شو ما تعرفنا؟ الذين لا يستحقون أن يكونوا من ضمن معرفتي. مرات احنا نقولها بالدارج، حرامات أنا ضيعت عمري وياك. ليش؟ موقف صغير، حرامات ضيعت عمري وياك. ليش؟ لأنه مع الأسف ما تعلمت، مع الأسف ما أخذت درس بحياتك. فيسوع اليوم ابتعدوا عني لا أعرفكم. أخوتي خواتي المباركين، بهذا الدرس القاسي اللي انطعنا إياه يسوع اليوم لازم نعرف. نجي للكنيسة الساعة اللي احنا خصصناها ليسوع تكون ليسوع وبس، وناخذها قوة ونعمة لكل الأسبوع إلى الأسبوع الجاي. خلي يكون نسبة الشحن مالتنا خلي تكون 10%. قل يسوع باقي لي 10%، يا دوب وصلت يمك، أريد أشوفك بهالوقت حتى تملي حياتي، تملي حياتي. فخلي نمتلي من يسوع بحياتنا، مش قد ما نتحد ونتصل مع يسوع مش قد ما تكون نعمة في حياتنا. ما يقولنا يسوع من المغرب والمشرق والشمال والجنوب يأتون وأبناء الملكوت برا. فأبناء الملكوت هي إحنا المعمدين، إحنا المسيحيين، إحنا اللي آمنا بيسوع المسيح، لكن أعمالنا لا تدل على أي إيمان مالتنا. لهذا يقولنا بالإنجيل ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم. شوف شكد قاسي هاي الكلمة. إحنا وين إحنا هسا؟ هل بمعرفة يسوع أم لا؟ فخلينا نعطي درس لحياتنا اليوم أخوتي أخواتي المباركين، كلتنا نفكر يا يسوع إني ورقة بيضاء فاكتب بها ما تشاء، ومثل ما صموئيل قال تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. آمين. الطلبات لنرفع صلاتنا إلى الرب بثقة قائلين استجب يا رب. يا رب من أجل أن تنقي فكرنا وقلبنا لنكون متجاوبين دوماً مع نداءاتك الأبوية مهما كانت الصعوبات نسألك. يا رب من أجل أن تعطينا النعمة لنستطيع أن نبني فينا وفي إخوتنا إيماناً عميقاً راسخاً بعيداً عن السطحية نسألك. يا رب من أجل أن تكون كنيستنا قوية متحدة قادرة أن تعكس نورك الأبوي على كل ما يجري من أحداث في حياتنا وبلدنا نسألك. يا رب من أجل عودة الأمان والاستقرار إلى بلدنا فيكف العنف بجميع أشكاله نسألك. لولا الرعد شاسا
أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتقر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكون. أيها الآب والابن وروح القدس إلى الأبد. قبل قربانا هانا بأكل جلياثا نتقدش من سدالاها وروح القدس نهويلا نظرانا والبركان والهيد العالم علمين ملكوث الدشمية بطيفوث المشيحة شو حلاوة ولورا والروح القدس الذ ملح قديشة هاو دخرون دبسل تمريام يمدالها كل عمام وامين دخرانة ماريا وسبع المدحة قدشة عمكين دنصاح وسهدي دتكلم صلى شلام عمان صلى والدخران داوا هين قاثوليق والبسقوبة وثقل هون قشيشة مشمشانة حدودة وثلاثة وثقل هون ايلن دعنا الوانبق من أنما حانا بهمانوث الأشرارة ومن أجل المرحومين نبيل أندراوس عوني أبو الصوف سامي أبو الصوف ندى حكمة حنا إدوين أرمسترونغ ومن أجل شفاء المرضى عادل البحري وزوجته باهرة الأخت نادرة وعائلتها جان دارك عوديشو بثينة عوديشو آيفن ويليامز ومن أجل شفاء مريض ونية خاصة
ومن أجل الشفاء المريض بسام سالم ججاوي، ومن أجل المؤمنة باهرة جرجيس. وصلهم أواهين وحين، وصلهم لين وناثن، وصلهم ملكم هيمي رحمة لمشيها، وصلهم نوية وشليها، وصلهم سهدة موديانة دفن دوخو لرتا، آلاء تخلي للنون، مقيمة من بيث ميثن التلن، أمهم صورة طاوة منافة يرتوث الدهيد ملكوث الدشمية بارخ مار. نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمانا حق، ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. إسلام عم خو نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعنا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. قربانا لا لا مار يكون مثقارا والكروبيم والصرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين مع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب لبارك كلمتك ونجسك Thank you.
الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت الله أبا ضابط الكون، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. خن من باطر دحشة من ساو بذا وقدي شافك سدخيا عودي لا خوارق يا وث الميذا وكذا مار ساو اشتاو مني كل خون هانا ودين دت يا دقح ذات العالم رازد هيمانوثا دحلا بيكون وحلا بسقية مثل شير شوقانا دحطاهن كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة، فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفرطها على الطوباوية مريم داعمة البتولية وخطيبها مار يوسف وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. بدل كل آدي تقدشت قاثوليق بدل باباواتن قديشة ما فرانسيس بابروما ما لويس قاثوليق باطيركم بدل باباواتن بسقوب قاش وشماش وربان وربنياتا. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا، اقبله يا رب لأجل نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وأرساليتنا وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام العلميين وآمان البشر، وقف لنا والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك الجامعة، وأزل الحرب عن وجه الله، وأهد الشعوب المتخاصمة الداعية إلى الحب، فنعيش حياة هادية رادعة بنقاوة وثقة. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. آتي يا ماراً روح القديسة ليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه، غفرانا لذنوبنا صفحا عن خطايانا ورجاء عظيم للقيام بين الأموات
وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. كما مبثيخ بثواث قلية مسقوخ تشبح توي قارة شكارة وصغادة تشم بيخاية وقديش أم خيانة دام كل زونة والعبد أبدي ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي واغسلنا به من أجران الخطيئة أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وسر برجوعنا اغفر لنا خطايانا وذنوبنا التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية ونحن غير مستحقين أربك يا مرام هيمانوث حقان الشم والقابد أني رازق قديش وقاص وحنينوث وكرشم وبم رحمانوث فغرا ودمت مخيانا مارا إيشو عمشيحا شمت بابا برونا روح القدشا العلمين دم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد مترشم بغر قديشة بدمم حسيانا دمارا إيشو عمشيحا شمهاوى وورا روح القدشة العلمين أتبرز القدر الشهر من والصورة رب دقوت بين المين حي حكم الكدس من الطيبوس رحمه العلمين آمين شوحانا مولا ورا نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد لنقترب كلنا بالخوف والإجلال إلى سر جسد مخلصنا ودمه الكريم ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق لأن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسداً بشرياً مائتاً ونفساً ناطقة عاقلة وخالدة وبشرائه المحية ووصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا اختبر آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء
وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر فيها نعمته العظيمة علينا. فلنقتبل إذن هذه الموهبة بحب كبير وتواضع عميق، نقتبل موهبة الحياة الأبدية، وبالصلاة النقية والحزن المعقول نشترك في أسرار الكنيسة على رجاء التوبة، ونحن عائدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا، ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل، ونصفح عن زلات إخوتنا، وننقي نياتنا من الخلافات والخصومات، فتكون نفوسنا صافية من كل حقد وعداء، فنتناول القربان ونتقدس بالروح القدس، ونشترك في الأسرار باتحاد الأفكار والوفاق المتبادل، لتكون لنا يا رب لانبعاث أجسادنا وخلاص نفوسنا، لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، وقدسنا بنعمتك، مخشخلا مارا ولا نشوالا مارا ولا دمي نعيث لا مومخ ذامك نقوم لبا دخيا وبقلياثا وبارسية من نقب رحمة يا بثلا خلنا شويات نقري واخنا نيمار رحمة. نطلب إليك مبتهلين يا رب يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض، هاشا وأخلص وان والعالم عالمين. آمين. إشلاما عمخون عمام عمون قدشال قديشي شلموسى هذا قديشا هذا قديشا هذا روح قديشا شوحا لو نورا والروح قديشا قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح. مهوطة طيبة المحيانة مارا نشام شيعة اشتمل برحمة عن كلان Oh,
ليل دوي أثمى ووثى طيب ذات روح قد شقر ونان وشتوينان وشتو تبنان مسود رازي علي نشوي حي قديش يوم أحياني ولاي نودي كلنا خات وانشب أحلالا المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الذي أهلنا بنعمته لتناول جسدي ودمه الكريمين والمقدسين نسأله متضرعين أن يقوينا لتكميل مشيئته بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا وليكن هذا القربان الذي تناولناه غفرانا لخطايانا وعربون القيامة من بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوه بنعمته ومراحمه الآن وإلى الأبد. أتم بارخ لام كل بركة تدروح بشمية بقاودي شامشي حماران الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية أهم بارخ الكنشان وناطر الجماعة الدان ومقاش العمديان الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكوننا موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا ووخل زوان والعالم علمين آمين. خوشا بوخن هابريخا وربنا يتقبل قربانكم دائما بالصحة والعافية وإن شاء الله دائما نشوفكم بالأفراح وربنا يشفي جميع مرضانا ويرحم جميع موتانا. أكون